الدكتور خلافة محمد طبيب أخصائي في داء السكري أمراض الغدد أمراض التغذية، رئيس الجامعة المغربية لداء السكري. الزيارة الثالثة ديال الجامعة المغربية لداء السكري لمدينة الداخلة، درنا الزيارة في 2017 اللي كانت قافلة طبية كبيرة في هذه المدينة، وفي 2019 درنا المعرض الوطني ديال الداء السكري مدينة الداخلة اللي جاو ليه 30 جمعية من مختلف المدن ديال المغرب. والآن بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري وهو 14 نوفمبر ذكرى ديال المسيرة الخضراء، وكذلك بمناسبة ذكرى ديال عيد الاستقلال، جمعية الشفاء لمرضى السكري الأطفال والجامعة المغربية لداء السكري تنظموا هذه العملية التحسيسية بالخصوص للوليدات اللي عندهم مرض السكر. حنا تنعطيو أهمية كبيرة للنساء اللي عندهم، المرأة اللي عندها مرض السكر، الناس المسنين، ولكن واحد الأهمية كاينة خاصة للأطفال. علاش الأطفال؟ الأطفال هما رجال الغد، هما المواطنين ديال الغد، لأن مازال المشوار ديالهم بعيد، وهذا الوليد خاصو يقرا مزيان، النمو ديالو ديال الجسم ديالو خاصو يكون مزيان، خاصو يخدم، خاصو يتزوج، خاصو يولد. باش يكون عنده هذا الشيء خاص نسبة السكر والعلاج ديال السكر يكون تماما متوازن، ولهذا تنعطيهم نصائح باش حتى شي مشاكل ما تقيسهم. السلام عليكم، معكم رئيسة جمعية الأطفال السكري بجهة الداخلة وادي الذهب. اليوم بمناسبة عيد المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال واليوم العالمي للسكري، نظمنا تحت الإشراف الجامعة الملكية الجامعة المغربية لداء السكري، نظمنا يوما تحسيسيا وتوعويا لفائدة الأطفال السكريين، ودرنا وبغينا نعطيهم شي لي زاباري ديال سميتو لي زاباري باش كيعبروا لي زاباري ديال السكر. وكنشكروا الجامعه الدكتور خلافه اللي جا عندنا والنائب ديالو، شكرا. البطن هو لا الدومين، هنا الدرع البرا، وهنا الفخذ لي كويس، ما نشوفش الايه ا وب و سي، الدومين والبرا والكويس ا بيس ا الدومين، هنا سريعه لا سيدي اللي تديرو هنا كتمشي بالزربه تمشي بالزربه ديك الساعه، واللي تنديرو في اليد شويه، واللي تنديرو هنا بطيئه ما تطلعش ديك الساعه، الاختصاص ديالها تيكون قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج الحسن أفارس، رئيس جمعية سوسي داء السكري بأيت مدلول، نائب رئيس الجامعة المغربية لداء السكري. هو اللقاء ديال اليوم هنا في الداخلة، اللقاء ديال اليوم هنا في الداخلة جاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي لداء السكري والاحتفال بعيد الاستقلال المجيد. انضمت جمعية شفاء الأطفال لمرضى السكري، الأطفال السكريين بالداخلة، بشراكة مع الجامعة المغربية لداء السكري. هذا اليوم التحسيسي اللي الهدف منه هو التوعية والتحسيس بالنسبة للأمهات اللي عندهم الأطفال مرضى السكري، حيت عرفتي الأطفال مرضى السكري تيبغيو شوية التأطير والتكوين ديال الأمهات أكثر من الطفل، بالخصوص إذا كان طفل صغير، حيت الأم هي اللي كتكلف به، هي اللي كتعتني به، هي اللي تتبع سميتو ديالو، الدواء ديالو، الريجيم ديالو، المسائل ديالو. هنا فين جات هاد الفكره ديال باش يكون واحد شويه ديال واحد التوعيه، واحد التحسيس، حيت مرض السكري كنعرفوا المضاعفات، كنعرفوا المشاكل ديالو، كنعرفوا سميتو. هنا تيكون غير يعني واحد لو باجاج يكون عند الانسان سواء كبير ولا صغير، ان باجاج يكون عنده كيفاش يتعامل مع مرض السكري، تيبقى انسان تيعيش عادي، يبقى سميتو ما تيكونش عنده مشاكل، ما تيكون، ولكن بشرط خصو الريجيم، خصو الدواء، خصو الرياضه. السلام عليكم ورحمه الله. صح ماني حنا رئيسه جمعيه زاد الناس للمراه والطفوله وعضو الهيئات الاستشاريه بالجهه ورئيسه لجنه المراه والطفل بالشبكه المغربيه لحقوق الانسان. اليوم كنتواجدوا في هذا المكان من اجل هذا اللقاء اللي نظمته الجامعه المغربيه لداء السكري بشراكه مع جمعيه الشفاء هنا اللي كتواجد بجهه الداخله وادي الذهب. الحقيقه كان لقاء رائع، استفدنا كثير يعني من المعلومات اللي جديده علينا في هذا العالم ديال او هذا مجال مرض السكري. كان هذا الدكتور الله يجازيه بخير توسع معنا،
وتكلم بصفة يعني خاصة اليوم عن سكري الأطفال وتعامل الطفل في المؤسسة اللي كيقرا فيها. وكيف تعرفوا هنا ربما هاد جهة الدخل والذهب مازال عندها خصاص لهذا النوع من الأيام التحسيسية وهالتواصل ديال الدكاترة مع الأسرة، الأسرة يعني اللي هي كتعاني أكثر مع هاد الطفل هذا، لأن الطفل مجرد طفل كيبقى يعني الطفل ما عارف كيفاش كيتعامل مع هاد المرض. وكان هاد الدكتور اللي يجازيه بخير والجامعة المغربية لداء السكري بالناس ديالها اللي كانوا حضروا هنا للداخلة منذ يومين وعندهم تكوينات كنظن في غدا وبعد غدا في جهة بيرغندوز، مشكورين أيضا على هاد التواصل معنا. ورسالتي من هذا المنبر يعني كنت نتمنى يكونوا معنا مسؤولين قطاعات الوصية، يعني كنتكلم عن الصحة عن التعليم عن المجالس المنتخبة، لأنه كي تعرفوا على أن التكلفة ديال الطفل المريض هي أثقلت كاهل الأسر، كاين خصاص، كاين خصاص في الأدوية، كاين خصاص ربما حتى في التواصل في المؤسسات التعليمية. ونتمنى إن شاء الله من هذا اللقاء هذا أنه تنفتح أبواب لهذه الجمعية ديال الشفاء في شخص رئيستها الأستاذة فاطمة، يعني اللي قدمت مجهود ومجهود جبار كنشكرها عليه. وشكري أيضا المنبر الإعلامي اللي حاضر معنا، شباب مغاربة العالم اللي شرفونا بحضورهم في جهة الدخلة والذهب، ونتمنى إن شاء الله البوابة تنفتح على مصراعيها من أجل إن شاء الله هذا الصرح الإعلامي الشاب اللي كنشكروه ونتمنى له التوفيق.